صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في تفسير الآية أن القرض هو لمن يحتاج، والسؤال: كيف يسوغ هذا مع أن الله جل وعلا قال: وأقرضوا الله، فكيف يكون القرض لله عز وجل؟ القرض لله هو تقديم الصدقة للمحتاجين، والله قال أقرضوا الله للحث، وإلا فالله غني سبحانه، لكن يختبركم ويمتحنكم، فإذا أقرضتم المحتاج فكأنما أقرضتم الله سبحانه وتعالى. الله ضامن لكم، الله ضامن لكم هذا القرض، فلا تخافوا عليه.